السكر يعتبر من ضمن الحاجات السيئة للغاية. احنا عندنا اوعية جوه الجسم، ما احنا بناكل سكر كتير بيحدث حاجة اسمها اكسدة، تتواجد ذرة اكسجين بشكل منفرد في هذه الاوعية. تواجد الاكسجين بشكل منفرد في الاوعية بتاعتنا بتعمل التهابات. لما يحدث التهابات عندنا جوه الوعاء بتاعنا، الوعاء بتاعنا ربنا خلقه بملمس لطيف جدا وناعم جدا، لكن بمجرد ان احنا ناكل السكر ده او نستخدمه على الاكل بتاعنا، الوعاء بتاعنا بيخشن. اما بيخشن بتبقى دفعه قويه جدا ان الدهون تبدا تترسب في هذه الاوعيه بتاعتنا. اما الوعاء بتاعنا بيبقى ناعم، الدم بيعدي بهدوء وضغط الدم كويس وكل شيء متظبط. السكر بيسبب لي التهابات جوه الجسم، بيخلي الاوعيه بتاعتنا بيخليها خشنه. فما تبقى خشنه بتبقى دفعه قويه جدا لترسيب الدهون داخل الوعاء بتاعنا. لو حصل ترسيب للدهون يبقى دفع للسكتات الدماغية، النوبات القلبية، الوفاة المفاجأة.